هاي ببعد عن البيت ببعد عن البيت هاي هاي ساعدني روح تعال شوي خلي زينك الباب هدي مشكلة في بلادنا العائلة وقت اللي تبدأ عندها صغيرات وما تسألش عليهم وما تشوفهمش شو ينجموا يعملوا أكيد ينحرفوا أكيد يمشيوا للتخريب والصورة السيئة أيضا بعض الأماكن التي تتحول كما قلت في ريبورتاجات سابقة إلى خمارات وحاجة صعيبة برشا وقت اللي أمنيين تلقاهم مترجلين ويمشيوا 3 و4 كيلومتر على ساقيهم باش تنظفوا السكة على اليمين وعلى اليسار من الناس اللي خارجة على وعيهم اللي هما تلقاهم في حالة سكر مطبق وما مش خوف على السكر ولا لا أما خوف أنه توقع حوادث مؤلمة على السكة وقت اللي يبدأ واحد فاقد للوعي ينجم يضرب المترو ينجم تصير برشا حكايات اختيرة برشا والأعوان أيضا يتعرضوا للعنف ويتعرضوا للحجارة والرشق وغيرها لما يدخلوا هذه الأماكن. بالنسبة للجماعة اللي تحكي عليها من جماعة اللي يتناولوا في الخمر يوميا بين كر وفر انت توصل بعضهم وهما يهربوا بعد يولوا يضرب بالحجارة بعد يطلع في المترو يبدأ من كما تعرف إنسان فاقد الوعي هاو ضربوا الله ركسروا هاو من عشان درشنية هاو بدأ تهبطوا تهزوا تقدموا للقضاء مو غدوة كيف تلقى عبارة كل يوم يتزرع شخص جديد مش نفس الجروب كل يوم يتزرع لك جروب جديدة. بالنسبة لي نحن لهنا نعانيو في المختلين عقليين نعانيو في جماعة المخدرات نعانيو في جماعة الصغار هذوما اليمينور في النهار كامل ماشيين جايين في المتروات وتكسير وضرب الحجر. بالنسبة للعوين عندنا يرافقوا المترو في آخر سفرة كل ليلة بريسك يتعرضوا للرشق بالحجارة بريسك يوميا عندنا مناطق مظلمة يوميا في عندنا في النفق بعد الرومانة من هنا كيف 14 جانفي يوميا ونعملوا عليهم في حملات تشد اليوم جماعة مغدوة تطلع لك جماعة أخرين نفس السيناريو تعانيه كل يوم يوميا هذا واضح واحنا نوريه في الصور نتاع الحملة الأمنية معتها اللي موجودة في المترو رقم 5 اللي يتجه إلى حي التضامن وكيف معتها المتروات 3 اللي تمشي إلى حي الانطلاقة. قبل كانت فما حملات على مستوى ولاية بن عروس وقبلها كان على مستوى تونس البحرية من التجيام. المواطن يقول لك أنا نحب البوليس يكون موجود نحب الرأس شرطة النجدة اللي استنست بها تكون معايا ويقول لك نحب على امتداد يوم كامل واشطر الليل اللي أنا نروح فيه وهذا أمر أيضا مستحيل أنه معناتها نفرقوا النقل الكل نحطوا فيه أعوان وأمنيين بزي مدني أو بزي نظامي باش يأمن السفرات هذيك. اليوم أنا الأوان أنه المواطن والعائلة تاخو الدور نتاعها والناس الكل نتشاركوا لتنظيف محيط وسائل النقل ولإعادة الهدوء والسلام للكيران والمتروات. بالنسبة لي نحن عدنا 8 نقاط معينة اللي هي النقاط السوداء حاطين فيها دوريات قارة وفي آخر الليل السفرات الأخرانية كل عدنا فيها مرافقات يتم مرافقتهم فا إيفيان معناها تم تأمين السفرات الأخرانية بدون ترفع وين شرطة النجدة تأمين وسائل النقل يتم تأمين السفرات رقم 5 ورقم 2 ورقم 4 هذوم يتم تأمينهم السفرات الأخرانية باش نحدوا من الظاهرة متاع السكر
ومظاهرة بتاع العنف وسط المتروات، هذوما كل يوم يوميا عندنا مرافقة بتاع متروات الخطوط الأخرانية، كل عندنا فيها مرافقات لأخر صفرة. بطبيعة الحال شرطة النجدة كما تسمى بالاسم لها وسائل عمل مختلفة مترجلة وبزي نظامي وأيضا بالدراجات اللي الانترفونسيون تاعها في دقائق تنجم تكون متواجدة في أي محطة، وللتصدي لأي طرف تخول لو نفسه الاعتداء على ممتلكات العامة ووسائل النقل أو المس بالأمن العام. باريكزومبل باش نعطيك مثلا اليوم كيما اليوم صارت مثلا على المترو رقم 2 صار تبادل عنف شديد معناها في المترو رقم 2، ثم تم الاتصال من طرف وزارة النقل وزارة الداخلية معناها اتصلوا بالقاعة، تم التوجه على عين المكان وتم إلقاء القبض على 4 أشخاص بما فيهم واحد مفتش عنه، تم تقديمهم لمركز البحيرة لاتخاذ الاجراءات اللازمه. يعني كل يوم يوميا معناها كي تجينا اتصال نتنقلوا كسوا بالدراجات الناريه كسوا بوسيله النقل السياره الاداريه نتنقلوا، تم جلب جميع الاطراف. ويوميا هنالك عشرات الايقافات، وهذا مؤشر عمل ناجح لشرطه النجده لكن مؤشر سيء للمجتمع التونسي، لازم يفيق ويفهم أنه العنف والبركاجات في وسائل النقل والاعتداء على المتروات والحافلات ما عندهن يوصل سوى للخراب ومضرة للمواطن التونسي في الخدمات اللي تتقدم. هذه حاجة أكيدة، حاجة هذه مش يتم الحد فيها، لازم تبدأ من أول حاجة من الولي والمعلم من الأول ابتدائي، من اللي مازال التلميذ يقرأ في الأول ابتدائي يلزم من وقتها يبدا فهم التكوين نتاعو، يلزم ثم التوعيه من طرف الولي ومن طرف المعلم، من وقتها يبدا التلميذ يبدا في الوعي نتاعو، وقت المواطن يبدا في الوعي. ما دام التلميذ يتقبح في المعلم ويتقبح في والديه ويبيت لبرا، هذا ما تنجمش تلقى لهم حل، خاطر اليوم بتشدوا مغدو يتقبح في والديه ويبيت لبرا، معناها نفس الموضوع باش تقابله يوميا، يمشي حتى يتوقف من غدوة فهمني وليك يعاود يخرج باش يعاود يبيت لبرا هو بطبيعته. واضح اليوم المسألة في غاية من الأهمية، لم نتحدث على وسائل النقل، لم نتحدث على أي مجال. اليوم راهو في تونس عنا عدد كبير من أطفال متشردين في الشارع، أطفال العائلات نتاعهم مش لاهية بهم، قاعدين يقوموا بأعمال تخريبية، أعمال خارجة عن القانون. من يتحمل المسؤولية؟ أكيد الأطراف الكل، وإحنا موجودين معتها في إحدى محطات النقل في تونس، وكما تشاهدوا معتها فما حالات شاذة اليوم لازمها تتوقف في مجتمعنا، والمسؤولية ليست مسؤولية أمن فقط وإنما جميع الأطراف.